الحمد لله، ما شاء الله. شايفين وين الضربة؟ الحمد لله يا جماعة، 6-2. إن شاء الله يكونوا بينوا بالتصوير، لأنه كان الصيد بعد المغرب تقريبا. أول واحد هيو يا جماعة قاعد بمحله، أنا مش عارف ضربته والله أعلم. طبعا هي إجت على الرقبة، أبدا على المقتل، مات بمحله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، إشي كبير. يا أبدا قطعت رقبته من نورة، يا ربي لك الحمد. خليني بس أدور على الثاني، إذا لقيت الثاني إن شاء الله بورجيكم اثنين، بورجيكم يعني أقرب. بس شوفوا وين الضربة إجت، دخلت والله أعلم، دخلت من رقبته من فوق ونزلت من بطنه. مش مبين معي، هسه بيجي معي ناس يساعدني في التصوير إن شاء الله. بس الثاني اللي ضربته أنا أول، أنا ضربته هون وركض بعيد. قاعد أحاول أشوف الدم، الدنيا ليل. طبعا على الأغلب الثاني إذا ما شفنا الليلة بنطلع الصبح بدري إن شاء الله ومنجيبه، يعني اللحمة ما بتخرب إن شاء الله، بضل الحصان ده لثاني يوم الصبح. الله مسكينين يا سبحانك. الحمد لله، أي هذا الغزال الأول، إن شاء الله ضايل الثاني بكرة الصبح مندور عليه. أي السهم، اوكي يا جماعة. الدنيا الصبح الساعة 7:30 الآن، زي ما انتم شايفين الضوء توه بلش يطلع، فخلينا نروح ونشوف بلكي لقينا الغزال اللي فل امبارح ان شاء الله خير. خلينا بس نتأكد من وضع اللحمة هون لانها باردة كويسة. طبعا يا اخوان، هسه في حال انك انت تصيد غزال، اذا ما لقيت الدم اقل اشي حاول انك تلاقي السهم، لانه في اغلب الاحيان السهم بيدخل كله بالغزال وبطلع منه. فانا قاعد ادور على الغزال هذا اللي ركض مبارح، يعني ما مات بمكانه، فمش لاقي ولا شايف الدم حتى. لكن الان وانا قاعد بدور انتبهت، ولا هي السهم اللي ضربت فيه الغزال. فحلو كثير انك تلاقي السهم، ليش؟ الان بتشوف هي السهم، شايفينه بالارض. طبعا تاخذ السهم وبتطلع عليه، شايفين الدم؟ السهم كله داخل بالغزال، فيعني هاي تطلع حتى فاتح السهم زي ما حكينا لكم بارح. اول واحد هذاك ما فتح، لكن طلعوا كيف فاتح هذا، فهذا بيكون سبب يعني ضرر كبير للغزال، فباذن الله راح نلاقي الغزال. طيب يا جماعه، واخيرا وصلنا للدم، شايفين انا هيني بالزاويه. هسه بورجيكم كيف. طبعا صعب جدا انك تلاحظه، شايفين هذا الغصن، هاي الدم، ما بعرف اذا انه واضح معكم. طبعا انا هيك ممتاز، هيك خلاص انا بعرف وين اكمل مشي، وبضلي امشي على الاشي الواضح. يعني اطلع هنا على الشجرة هون، طلع الدم، هيك كمان هون هذا دم، هيك انا بعرف من وين اكمل. فهسه بضلي بالمنطقة هاي، بروح يمين وشمال والحق الدم، هاي دم هون. طيب معناته احنا ماشيين بالاتجاه الصح. اوه هاي شوفوا، شوف كيف بتعرف انه الغزال بلش يوقف بمكان، لما تطلع هون تطلع قديش في دم بالمنطقة هاي.
هالدليل انه وقف واخذ يعني راحة شوي. ف كويس ممكن نلاقيه هسه قريب من هون. طيب يعني نكمل، ممكن يكون نزل لتحت. هاي الدم شايفين في صوت، كمان في صوت ايش بتحرك. طلعوا يا جماعة هذا كله دم. اي حتى الدم مش ناشف لساته. ضربته قوية يعني، مش مفروض انه يمشي اكثر من هيك صراحة. راح اتفاجأ اذا انه مشى اكثر من هيك. يا جماعة كثير ممتع تتبع الدم، يعني هيك بيعمل لك نكهة للصيد، يعني يخليها شوية هيك انه مش بسهولة انك تحصل صيدك. طيب وصلنا لهون، هاي في دم هون شايفين غير اتجاهه. طلعوا هاي وكان قاعد هون، شوفوا قديش في دم، كان قاعد هون طلع. واو والله هالأزعر فيه حيل. طيب وهي غير اتجاهه هون مرة ثانية، هي الدم شايفينه. يعني ولا يمكن انك تلاقيه لو شتت الدنيا، لو اجى الشتاء امبارح يعني ولا يمكن انك تحصله، يعني ولا يمكن تعرف وين راح. بس هذا بعطيكم فكرة قديش هذول الغزلان قويات، عندهم قدرة انهم وهو يعني مصيوب وعنده ضرر هالقد في جسمه قديش ممكن يبعد. اوه لا اله الا الله، هي لقيته. ايوه يا جماعه الحمد لله، هي شايفينه خطوتين عنه وكنت قاعد امشي بجنبه. هي يا ربي لك الحمد، الحمد لله. هي حتى الكيوتي مش صايباته، الحمد لله ما شاء الله. شايفين وين الضربة؟ يعني ولا يمكن تصدق انه يتعرض لضربة هالقد ويوصل لهالمرحلة. طبعا بالحالة هاي لاني بعيد كثير عن التراك تبعي، افضل اشي انه نفتح المعدة وننزل المصارين حتى نخفف الوزن، ان نشيله لمكانه. بس الحمد لله هاي حصلنا، ما شاء الله كبير. شايفين كيف يا جماعة؟ هاي يعني صار لي تقريبا يمكن اكثر من 35 دقيقة قاعد بتبع الدم، يعني طلعت محرزة مستاهلة. الحمد لله لقيناه وما راح على الكبب، يعني ما خسرنا اللحم. طيب خليني افتحه افضي المعدة واكمل طريقي اسحبه. هاي يا جماعة فتحنا الضربة تماما، ما صابت القلب، ضربة صابت الرئتين. يلا الحمد لله، خلينا نسحبه هسا نرجعه للتراك والله ييسر الأمور.
الحمد لله وصلنا للتراك. يعني الحمد لله كانت ليلة موفقة. الغزالين ضربتهم تقريبا بعد غروب الشمس بربع ساعة، ف الحمد لله ان لقيناه سليم. يلا خلينا نروح ونجهز وننظف ونجهز ان شاء الله. اوكي.